بموقع وادي الحوارث الشمالي، وهي منطقة تقع في قضاء طول كرم، تقع في الظهر الغربي لمدينة طول كرم، وهي إحدى قريتين عرفتا باسم وادي الحوارث، هي الشمالي، وهناك قرية إلى الجنوب من هنا تعرف وادي الحوارث القبلي، إلى الشرق من هنا خربة الشيخ محمد وفيها ضريح للشيخ محمد الحارثي، وورائي أحد المباني القليلة التي بقيت من هذه القرية، علما بأن عائلة واحدة من عرب الحوارث الشمالي من عائلة الحجبي ما زالت تعيش في المنطقة.